لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن الفخر بما حققته مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على صعيد التطور السياسي والديمقراطي والمؤسسي، منوها سموه بمستوى التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يخص الموضوعات المتعلقة بحاضر الوطني ومستقبله، مؤكدا سموه الحرص على تقوية هذا التعاون والعمل على مزيد من التنسيق المشترك في كل ما من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين ومتطلباتهم. وقال سموه إن الحكومة لن تدخر جهدا في توثيق أفاق التعاون مع مجلسي النواب والشورى ليقينها بأن تكاملية العمل بين المؤسسات هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف والغايات لازدهار هذا الوطني ورقي شعبه. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر القضبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين، حيث تناول سموه معهم عددا من قضايا الشأن الداخلي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من مشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية هو ثمرة لجهود جميع أبناء الوطن، وأن هذه المشروعات من شأنها أن تدفع بوتيرة النمو إلى مستويات أعلى تعود بالنفع والخير على جميع المواطنين. ونوه سموه إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص ومساندته من أجل أن يقوم بدور أكثر تأثيرا في مسيرة التنمية، وأنها تعمل من أجل تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة بإجراءات وقوانين تعزز من الانفتاح والمرونة الاقتصادية التي تتميز بها البحرين وتشكل أحد مرتكزات اقتصادها الوطني. إلى ذلك فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع لما لذلك من أثر هام في تقوية اللحمة الوطنية والتماسك، ويعمل الجميع من أجل هدف واحد هو رفعة البحرين وازدهارها. وجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة توجيه الطاقات وتطويع كل أمر لما يخدم الوطن ويرتقي بالوعي المجتمعي، لا سيما وأن المنطقة تواجه العديد من التحديات الصعبة التي تتطلب من الجميع التركيز على القضايا التي تحفظ للوطن أمنه واستقراره.